حلويات ومرطبات الشافي. حلويات ومرطبات الشافي بنقدم برمضان من طقوس رمضان، مادة رئيسية على مادة رمضان تمتاز فيها مدينة حلب، بما انه هي مادة رئيسية بتكون يعني على الصفرة دائما رمضان، موجودة بعدة أنواع وبعدة أشواط. المعروف هو مادة مكونة من الطحين، نحط لها ياسمين، نحط لها شمرة، نحط لها حليب، نحط لها زبدة، نحط لها حبة ورقة وسمسم. من نارين كمان أكلاتهم المفضلة على المائدة الرمضانية في مدينة حلب، تمتاز فيها مدينة حلب.